النهاردة هقولك على كام شهادة موجودين في البنوك دلوقتي مش هيكلفوك أكتر من 1000 جنيه، بس في المقابل المكسب بتاعهم خيالي وبيوصل لألوفات، يعني ملكش حجة ومن دلوقتي تقدر تستثمر فلوسك حتى لو معاك 500 جنيه بس. لكن يا ترى إيه تفاصيل الشهادات دي ومين البنوك كمان اللي بتقدمها؟ عائد الشهادات يا ترى كام بالظبط وإمتى تكسب منها أعلى مبلغ؟ كل ده وأكتر هتعرفه بس تابعنا في الفيديو ده. شهادات كتير طرحتها البنوك السنين الأخيرة خصوصاً بعد انخفاض الجنيه أكتر من مرة على فترات متتالية، علشان كده ناس كتير لجأت للاستثمار في شهادات الادخار علشان يحافظوا على فلوسهم قبل ما يحصل أي خفض جديد لقيمة العملة، بس بيكونوا في حيرة عن أحسن شهادة يستثمروا فيها تكون بأعلى مكسب. بس أنا في الفيديو ده هقولك على أحسن شهادة بأعلى مكسب وأقل حد للشراء، زي شهادة بنك مصر والمعروفة باسم شهادة طلعت حرب، ودي مدتها 3 سنين بعائد 30% في السنة الأولى وعائد 25% في السنة الثانية و20% عائد في السنة الثالثة. أما الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه. كمان البنك الأهلي طرح نفس الشهادة الادخارية لمدة 3 سنين بعائد متغير 30% سنة أولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، والحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه. وطرح كمان شهادة بعائد ثابت مدتها سنة واحدة بس، ودي ميزتها بثلاث عوائد ما بين يومي وشهري وسنوي، تختار ما بينهم اللي انت عايزه عشان يكون العائد اليومي بفايدة 23% والشهري ب 23.5% والسنوي بفايدة 27%، وده برضو بتشتريها بمبلغ 1000 جنيه. كمان بنك البركة بيقدم لك شهادة ادخارية لمدة 3 سنين بعائد 22% بحد أدنى للشراء بيكون 1000 جنيه. لو لسه كمان ده البنك الأهلي طرح شهادة أمان للمصريين، ودي تقدر تقول عليها إنها شهادة الغلابة كده وهتستثمر فيها ب 500 جنيه بس، لكن مميزاتها مش هتلاقيها في أي شهادة تانية، لأنها بتقدم لك وثيقة تأمين على الحياة من سن 18 لحد 59 سنة ومن غير كشف طبي، وعلى فكرة أنت بتدفع قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة. الوثيقة دي في حالة الوفاة بتصرف للمؤمن عليه تعويض بحد أقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50,000 جنيه، وفي حالة الوفاة بحادث 250,000 جنيه. بس خلي بالك بتقسط وثيقة التأمين في حالة قيام العميل باسترداد الشهادة أو بلوغ العميل سن 60. لو مش بس كده، كمان بيتم إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10,000 جنيه مصري صافي لكل جائزة، وبتكون معفاة من الضرائب. نيجي بقى لعائد الشهادة وقيمته 13%، بس خلي بالك انت مش هتقدر تستثمر في الشهادة بأكتر من 2500، كمان مش هتقدر تقترض بضمان الشهادة، بس هتعرف تستردها في أي وقت انت عايزه بالقيمة اللي انت اشتريتها بيها، أو ممكن تاخدها في نهاية المدة بالعوايد اللي باقية. دلوقتي بقى قولنا شايف ايه من وجهة نظرك أحسن شهادة تستثمر فيها فلوسك؟